الهبلة دي جيت من الكوفيد عام الأول. جيت احنا تلمينا أربعة من الناس وخمسة من الناس وتوهد كاثر العباد. مشينا حملة تطوعية، عقمنا مستشفى الجزار ولا غالبة ودرنا على مكاتب البريد كل الإدارات ولاية القيروان. السنة جات إضافة الجهود، مشينا تطوعنا وخذينا ماكينات بتاع دي كونسنتراتور بتاع الأكسجين ووزعناهم على العباد اللي استحقوا ما ينجموش يمشوا للسبيطار مشاو لديارهم. وعملنا خذينا الماتريال هذا بمجهودنا الخاص، مساهمه المجتمع المدني، عباد طوعت الله يرحم والدها ان شاء الله يكونهم في ميزانيه حسناتهم. وبدينا نعقموا في المستشفيات وجينا لهنا للصوت اليوم هاكم شفتوا على عينيكم. لما خذينا اربع ماكينات دي كونسنتراتور دوكسيجين وان شاء الله توا باش ناخذوا في كعبتين اخرين. والماكينات هذوكم من كل واحد كيفاش جاب، كل واحد جاب ماكينه، هذاك جاب البرودوي، هذاك عمل كذا البرودوي، نمشي ناخذوا من السبيطار نمشي للصحه غادي يعطونا لي برودوي. واللي احنا تحت الطلب اي انسان يجينا باش نمشي نعقموا اي اداره ولا حاجه نمشي نعقموها، وما عندناش حتى مزيه على بلادنا. وهذه كلها مجهودات عملناها مجهود خاص.